قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا، وهؤلاء هم أهل التوحيد، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. مثاله قال: جعل الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب حسية. أسباب شرعية، هذا الأخ عنده ألم في بطنه وأخذ يقرأ الفاتحة، هذا سبب شرعي، والفاتحة رقية سماها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أو أخذ شيء من الأعشاب، نعناع مثلا، أو أخذ شيء من الدواء قال بسم الله اللهم اجعل فيه شفاء، هذا سبب حسي محسوس ملموس. تمام، إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب فهذا صحيح. إذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، بعض الناس يقول يعلق على البيت أو على الأولاد أو على السيارات أو على أشياء يمتلكها، رأس الثور أو حوت أو أعين الذئاب أو حافر الفرس، القطع الحديد هذه، أو الكف أو عين أو خرزة زرقاء أو بعض الخرق السوداء مثلا، أو أشياء تؤخذ من البحر، أو بعض أعضاء الحيوانات، أو بعض الخيوط، أو وضع أشياء. يا أخي لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها سبب. نقول لا، ما جعلها الله سبحانه وتعالى بأسباب، أنت جعلت واعتقدت ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب، هذا شرك أصغر. الآن نحن نريد نتعلم نحكم على الفعل، حكم على الفاعل نرجع فيه للعلماء، ما في إشكال، هذا شرك أصغر. اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب. الثالث أن يعتقد أن هذا هو المؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار، هذا الشرك أكبر. لو قال هذا رأس الثور أو عين الذئاب أو كذا هي التي تطرد الجن والشياطين، هذا الشرك أكبر. يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد ولديه بعضهم يقول يعني لديه حجرات، لم يكن لديه يعني بيت أو قصر عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما يخطر على بال الإنسان إذا انتقل من بلد إلى بلد يفكر في ماذا؟ ها؟ في بيت، في بناء بيت. أول شيء يفكر فيه الإنسان يفكر في الدنيا إلا من رحم الله. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد، أول مسجد بني في الإسلام. ثم بعد هذا بنى المسجد النبوي، ثم بعد هذا بنى بجانب المسجد حجرتين صغيرة، حتى يعني عندما يصف البعض هذه الحجرة أنه لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقريبا يعني أعلى تقدير متر ونصف متر ونصف، إذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام عائشة مضجعة لا يستطيع حتى ترفع رجليها ويسجد عليه الصلاة والسلام. حجرة واحدة لم تتغير منذ أن قدم إلى المدينة إلى أن توفاه الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن
إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سفه هذا صحيح، والأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لنا إما شرعية كالرقية الشرعية أو حسية كالدواء. وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سفه هذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أن السبب مؤثر بذاته هذا شرك أكبر. هذا أقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب. طيب أقسام الناس في الأخذ بالأسباب، هل نأخذ بالأسباب أو نترك الأخذ بالأسباب؟ قال انقسم الناس فيه إلى طرفين وسط. قسم لا يأخذ بالأسباب أبدا وهم الجبرية، قال جنون منك أن تسعى لرزقي، مجنون الذي يسعى للرزق يقول هذا هم. والقسم الثاني قسم يغلو في الأسباب حتى يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا، ولهذا تجد عندهم هذه الخواتم والعمم، يقول عمة كالبرج وجبة كالخرج، يعني كبيرة جدا. طيب والصحيح الوسط، لا نثبت من الأسباب إلا ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنا إما حسنا أو شرعا مع اعتقاد أنها سبب لا تضر ولا تنفع. قل حسبي الله أي كافيني الله، وسيأتي معنا شرح يعني هذه الآيات إن شاء الله تعالى. نعم.